حابين تصممون مطابخ عندهم كل الأنواع كل الأشكال كل شيء. شنو تردون؟ كوردز جرانية طبعا، هسه هذا هو الديزاين الكوردز. هنا تختارون الكبتات، روعة حبايبي. بس لمتابعينا راح يكون خصم 30%. أي واحد يجي شوفوا مثل ما تشوفون الألوان. طبعا هسه الألوان اللي جاية راح تكون شوية سنة 2024 الدارك أكثر. خلصنا من الأبيض والجراي، يجون يصمموا لكم على يأخذون القياسات مجانية وتختارون أنتم معاهم شلون تردون اللون، شلون تردون القطع اللي فوق. شوفوا خلنا أوريكم هذا الجرانيت، أوكي، اللي حاب أو من محبين الجرانيت. وطبعا هذا أرخص من الكوردز بوايد راح تشوفون. وعدهم بعد السينج، طبعا كلش أحب أنا السينج اللي يكون كبير كلش ويكون أندر. أكو سينج يكون هو اللي فوق، لا هذا يكون أندر. الجرانيت أو الكورس يكون فوقه، حتى الماء فوق الجرانيت ينزل أسهل. yes. مثل هذا هيجي. أي هذا شوفوا. هاي مثلا هذا السينج هيجي أحسن حتى الماء. كلش حلو. إذا تنظيف. فوق شنو يصير؟ مزعج الماء يطيح هنا يبقى الماء. أها. هذا خلنا أوريكم أنا هذا. شوفوا العشق مالتي الذهبي موجود هنا. طبعا أنصحه بقوة اثنين سينج اثنين مع بعض رهيبين، أو سينج كبير بهذا القياس، قياس الاثنين بعد أوكي. دائما كبروا بالسينج لأنه رهيب. طبعا حبايبي هنا عندهم الورشة، هم هنا يقصون لكم. خلنا أوريكم هنا يقصون القياسات ويسوون على حسب اللي تردونه.